عموما لحين التواصل مع دكتور مصطفى معنا عبر سكايب، دكتور أتيبة الناتشا عضو هيئة العمل الوطني والأهلي. دكتور أتيبة تحياتنا يا فندم. أهلا فيك وفي جميع المشاهدين والمستمعين. يعني كيف تقرأين الموقف إلى الآن والحرب دخلت شهرها الرابع على قطاع غزة، مباحثات هنا وهناك، جولة مكوكية لوزير خارجية الأمريكي، محاولات من جانب إسرائيل لا نعلم هدفها الوصول إلى هدنة، وهي التي قطعت الهدنة الأولى، وحماس تقرر أنها لن تدخل في مفاوضات على رهائن قبل هدنة مستدامة أو ربما هدنة مرحلية كبيرة. يعني كيف تقرين الموقف؟ يعني أولا هذه الحرب تأخذ منحى لا عقلاني بشكل كبير جدا، ويبدو أن أهدافها حتى غير واضحة وغير محددة، أو حتى لربما الأهداف المعلنة هي أهداف خيالية بعيدة المنال، غير قابلة للتطبيق، ليس بحسب حساباتنا الفلسطينية وإنما أيضا حسب الحسابات الأمريكية والأوروبية وأيضا الداخل الإسرائيلي الذي بدأ يشعر بأن الهدف الوحيد لإطالة هذه الحرب هو إبقاء بنيامين نتنياهو في سدة الحكم إلى أطول وقت ممكن، أو محاولة توريط إسرائيل في حرب إقليمية أو حرب عالمية جديدة بحيث تغطي على هزيمتها المتكررة وأخفاقات الجيش المتكررة بالخروج إلى هذه الحرب الإقليمية. أما بحسابات المنطق فإسرائيل تتكبد خسائر مادية وبشرية ضخمة جدا، أكبر من أن تستطيع أن تتحملها، وهي أيضا تتكبد خسائر على المستوى الدولي والسياسي والتأييد والدعم الدولي لدولة إسرائيل، ومحاولة القضاء على كل الإنجازات التاريخية كما تدعي دولة إسرائيل في التحالف العالمي أو حتى في عمل علاقات دولية مع عدد من الدول بعد أن سحبت عدد كبير جدا من الدول سفرائها ومبعوثيها من إسرائيل، والآن جنوب إفريقيا ترفع محكمة أو ترفع ملف إلى محكمة الجنايات الدولية لوقف هذه الحرب. هذه الحرب يبدو أنها فقط تخدم مصلحة الحكومة الحالية في إسرائيل بغض النظر عن حجم الخسائر التي تتكبدها، ولا يستطيع أحد إنزال بنيامين نتنياهو عن الشجرة لإيقاف هذه الحرب. حتى النصائح والتوجيهات الأمريكية والمقترحات الأمريكية والزيارات المكوكية المتعددة لمسؤولين أمريكيين من مختلف المستويات سواء كانت العسكرية أو حتى من جانب العلاقات الدولية والخارجية الأمريكية، كل هذه الجهود بمحاولة إيقاف الحرب أو تغيير مسارها لا يلقى أي قبول لدى بنيامين نتنياهو، وهو متعنت في المضي قدما في هذه الحرب، حتى أن كل الإعلام الإسرائيلي بدأ يتحدث عن أن كابينت الحرب في حالة سقوط قريب جدا، سيكون هنالك تهاوي لهذا المجلس المصغر للحرب، ولربما الخروج لانتخابات جديدة في إسرائيل وانتخاب حكومة جديدة تكون هي مخرج للخروج من تعنت بنيامين نتنياهو وحكومته في هذه الحرب وإنهائها. نعم. طيب دكتور، يعني هناك جبهات أخرى بدأت بالفعل تشترك في هذه الحرب، يعني الجنوب اللبناني، العراق اليوم، وكان هناك قصف الجبهة السورية، الحوثيون في اليمن. يعني ماذا لو اتسعت رقعة الصراع قبل أن يتخذ قرار الانتقال إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الهدنة المستدامة أو العمل بالورقة المصرية والهدنة المرحلية؟ نعم دكتور، هل تسمعينني؟ نعم، السؤال موجه إلي. نعم نعم نعم، يعني أعتقد أن لربما الاقتراح المصري هو كان أحد الاقتراحات الجيدة جدا لإنزال إسرائيل عن الشجرة، وهو قريب جدا من التفويض الذي أعطاه كابينت الحرب لرئيس الشباك الإسرائيلي للتفاوض فيه، ولكن يبدو أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تدفع باتجاه الحرب الإقليمية التي يتجنبها الجميع، بمعنى حتى لبنان هي تلعب في هذه الحرب بضبط
كبير جدا للأعصاب رغم انتهاك سيادتها عدة مرات، وأيضا حتى سوريا وكل دول الجوار هي تتعامل مع هذه الحرب بحذر شديد جدا، لأنها تعلم أن معنى اتساع رقعة هذه الحرب أن لا تكون فقط حرب إقليمية، وإنما ستتسع لربما لإدخال القوى العظمى المتصارعة يعني المتصارعة لتكون جزء من هذه الحرب، وستنتقل حرب عالمية بالإنابة في الشرق الأوسط، سيكون الضحايا الأكبر بها اقتصاديا وبشريا هي من سكان هذه الدول لمصالح الدول العظمى، وبالتالي الجميع حذر جدا من اتساع بقعة الحرب رغم من دفع بنيامين نتنياهو منذ بدايات هذه الحرب لمحاولة استفزاز عدد من الجبهات لإدخالها في الحرب عنوة، يعني تارة يتم استفزاز حزب الله ومحاولة إدخاله في هذه الحرب، ثم انتهاك السيادة اللبنانية، ثم قصف مطارات في دمشق وفي عدد من المدن السورية بشكل متكرر، والآن هو يسعى إلى إقحام إيران في كل خطاب إعلامي، بمعنى أن حتى تصنيع الصواريخ وكل ما تقوم به المقاومة هو بإرشادات من إيران لمحاولة إدارة الأصبع الأمريكي باتجاه إيران لإدخالها في هذه الحرب عنوة، بمعنى الجميع حذر، الجميع يشد الأحزمة حتى لا تتسع هذه الحرب التي يدفع إليها بقوة بنيامين نتنياهو. وأعتقد أن الورقة المصرية هي قريبة جدا من المعقول والمنطق لكافة الأطراف للخروج من هذه الأزمة بهدنة على 3 مراحل تنتهي بوقف كلي لإطلاق النار، يتم بها تبادل للأسرى بشكل واسع بما فيهم الأسرى بالمحكوميات العالية أو ما تسميهم إسرائيل الملطخ تاريخهم بالدماء، مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين التي تزايدت مسيرات المطالبة بإعادتهم والتفاوض من أجل إعادتهم في الشارع الإسرائيلي، ليس فقط من قبل أهاليهم وإنما أيضا انضمت إليهم أصوات من الحكومات السابقة ومن قيادات إسرائيلية سابقة في مستويات عسكرية مخابراتية وسياسية مختلفة. الجميع حذر من توسيع، حتى الولايات المتحدة الأمريكية تخاف من فكرة توسيع الحرب التي يسعى إليها بنيامين نتنياهو. طيب دكتور، يعني هناك بالفعل موقف لحماس بعد محاولة مساعي إسرائيلية لعمل هدنة أو السعي وراء مفاوضات للرهائن، والرفض واضح من حماس للجلوس على مائدة مفاوضات حول مسألة الرهائن إذا لم تتم بالفعل هدنة تلتزم بها جميع الأطراف. يعني كيف ترين موقف حماس، وهل هذه تعتبر ورقة للجانب الإسرائيلي للاستمرار في الحرب إذا ما رفضت حماس المفاوضات حول الأسرى في المرحلة الراهنة؟ أولا أنا لا أعتقد أن موقف حماس هو الرفض المطلق لفكرة المفاوضات، هي تجري مفاوضات بالإنابة بمعنى من خلال الوسطاء، وهي تريد ضمانات لوقف تام لإطلاق النار وليس هدن طويلة أو هدن قصيرة المدى بغض النظر عن المدة التي تكون فيها الهدنة، هي تسعى إلى مفاوضات متكافئة ليست مفاوضات ضمن تحت خط النار وضمن الضغط تحت خط النار، هي تريد مفاوضات تعبر عن انتصارات أيضا للمقاومة الفلسطينية، وأن لا تضعها بموضع أنها تفاوض من منطلق الضعف والهزيمة، وهذا أيضا في الجانب الإسرائيلي بنفس الطريقة، هي لا تريد إيقاف إطلاق النار بشكل كامل حتى لا يقولوا أن المقاومة الفلسطينية انتصرت وأنها تجري المفاوضات بحسب شروطها، وهذا ما يجعل المسألة معقدة. أعتقد إذا حصلت المقاومة الفلسطينية على ضمانات دولية كافية بأن المراحل من أو الغرض من الوقف المؤقت لإطلاق النار وصفقات تبادل الأسرى هو الوصول إلى المرحلة النهائية وقف دائم للحرب، لربما هذه الضمانات ستكون وسيلة للوصول إلى وقف دائم للحرب وأيضا للتوصل إلى صفقات تبادل أسرى وإلى الوصول إلى مرحلة تفاوض مريحة للطرفين، ولكن حتى اللحظة لا أحد يمتلك ضمانات بأن إسرائيل ستلتزم في المرحلة الثانية والثالثة بعد إجراء المرحلة الأولى من الهدنة وتبادل الأسرى، بمعنى ستشعر إسرائيل هذا ما توحي به بالاستراحة نتيجة التخلي عن ضغط أو التخلص من ضغط أهالي الأسرى المدنيين، وبالتالي تستمر في عملياتها العسكرية اتجاه قطاع غزة وتنفيذ خطة التهجير التي تتحدث عنه هذه الحكومة الفاشية دون انقطاع.
نعم دكتورة تيبا النتشة، عضو هيئة العمل الوطني الأهلي، كنت معنا عبر سكايب على شاشة قناة النيل للأخبار مباشرة من رام الله. بشكر شكر جزيل على هذه المدخلة.